يعني حقيقة بقاء الكاظمي يعني ما أقدر أستخدم يعني أي مفردة ألقيها يعني حتى أعبر عن فكرة بقاء الكاظمي، متورط بقضايا فساد كثيرة، مخالف منتهك لأحكام الدستور، متجاوز على صلاحيات تصريف الأعمال، لحد الآن مستمر بهدر أموال الدولة. مجرد يعني هسه القرار هذا، القرار إلغاء تأسيس شركة النفط، هذا يعتبر يعني بجريمة متعمدة للإضرار بأموال الدولة، باعتبار أنه المحكمة الاتحادية ألغت بعض فقرات قانون، بعض مواد قانون الشركة، والدائرة القانونية بينت للسيد الكاظمي أنه لا يمكن تأسيس هذه الشركة قبل استكمال أو إكمال النقص في القانون، لكنه تعمد مخالفة توجيهات الجهة المختصة ببيان الرأي القانوني، وسار بتأسيس شركة باطلة، تأسيسها باطل، وتأسيس هذه الشركة بمعزل عن قراراتها أو عقودها الفاسدة، تأسيسها كلف الدولة أموال طائلة. هذا الهدر بالأموال، المحكمة الاتحادية أكدت أنه تأسيسها باطل، يعني هذا الهدر كله بسبب إصراره على مخالفة القانون ومخالفة توجيهات الدائرة القانونية.